سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين، إلى أن تنتهي الدنيا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين 19 و20. شاعرنا اليوم هو أحمد يحيى المسوري. هو أحمد بن يحيى بن أحمد علي هادي المسوري، ولد في صنعاء باليمن عام 1849. درس على يد أحمد بن محمد الجرافي وحسن بن علي الريمي وإسماعيل بن علي الريمي. عمل مدرساً للنحو والفقه والحديث في الجامع الكبير بصنعاء، كما تولى إمامة جامع العلمين في صنعاء أيضاً. هو شاعر كلاسيكي متمكن النظم، قوي اللغة، حسن السبك، طويل النفس، يغلب على شعره التضمين من آي الذكر الحكيم، وفيه لمحات صوفية يغلفها طابع ديني واضح. يقول الشاعر من قصيدة بعنوان سور القرآن: سرت وظلام الليل قد جاد بالستر، وما من رقيب غير أنجمه الزهر، أتت وهلال الأفق يا صاح قرطها، وقد نظمت درا على الجيد والصدر. فلما دنت مني وقد ضاء نورها، شككت أهذا الحب أم طلعة الفجر، وفي خدها نار ونور تألقا، وفي طرفها سحر وناهيك من سحري. وثبت مشيرا بالتحية نحوها، مهلا لرب العرش بالحمد والشكر، وقلت لها: هل لا سمحت بزورة قبيل دموع كالصبيب من القطر؟ فيا عاذلي دعني، فهي صفوتي كما اصطفى آل عمران المليك على البر. فما في الغواني من يماثل حسنها، وهل في النساء شكل لمبسمها الدر؟ فلو خيرت نفسي بمائدة السماء وألف من الأنعام توقر بالتبر، لقلت مجيبا للذي هو قائل: لقد جرت الأعراف لا بيع بالخسر. فيا من سبت قلبي وقالت هدية، ومن عادة الأنفال تقرن بالقهر، شكوت إليك الوجد يا منيتي لكي تمنين لي بالتوبة الجد من هجري، بحسنك بالقد القويم بمن غدا حفيظا لموسى ثم يونس في البحر. تعودين عن حربي بتفتير مقلة، فما قوم هود صادروا ما حوى صدري. أحسنك هذا أم وراثة يوسف؟ أحسنك هذا أم وراثة يوسف؟ إذا جن رعد فالوميض من الثغر. غدت نار إبراهيم في وسط مهجتي، وكيف تضر النار من طاف بالحجر؟ وها ثغرها مغن عن النحل، ليتها تفضل بالإسراء إلي على سري. فإني على الواشين يا صاح نائم، كما نام أهل الكهف حينا من الدهر. فلو كان للسقم المسيح ابن مريم طبيبا لأعياه دوائي من الضر. فيا أيها الواشي سألتك قائلا بطه ختام الأنبياء مفني الكفر، تحج وتسعى بالتواصل بيننا، فقد أفلح الساعي بنور بلا نكر. ولا تسعى بالفرقان بيني وبينها، فألسنة الشعراء تهجوك بالشعر. فقد دب مثل النمل في القلب حبها، على قصص من قبل رؤيتها يجري. وقد نسجت جسمي خيوط بصدها، كما نسجتها العنكبوت على البدر. لها حكم لقمان وإن ثار حربها، فبالسجدة الأحزاب يوفون بالنذر. فكم زمر تعنو لها من مهابة،
وكم مؤمن صالت عليه بلا وزري، وقد فصلت أعضاء جسمي بهجرها، ولم أدري مشهورا ولا الرأي في المكر. بزخرفها تزهو وإن فاح عرفها، كشبه دخان فاح من عنبر البحر. إذا خطرت كالغصن أقعدت جاثيا، أفكر في الأحقاف تعبث بالحصر. فيا أيها الهيفا صلي بمحمد على الفتح بعد العسر، يؤذن باليسر. وفي حجرات قد تحجب شخصها، كقاف ببحر قد أحاط وبالبر. عيون عليها ذاريات دموعها، وكالطور قد دل الفؤاد الهوى العذر. فما فوقها نجم ولا قمر سرى، وقد خصها الرحمن بالمنظر النضري. فيا قلب لا تفزع لواقعة أتت، وكن كحديد في جدال إلى الحشر. وعند امتحاني بالمودة لا تخف، وفي الصف يوم الجمعة اشك من الهجر. ولا تك أيضا في الوداد منافقا، فتجزيك منها بالتغابن والقهر. ومن نون قوسي حاجبيها بحاقة تحيي، وسال الدمع مني إلى النحر. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، وشكرا لكم على إصغائكم لهذه الحلقة، وإلى لقاء جديد. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.